ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا صباح اليوم اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السياحة الأعلام والتربية والتعليم. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى اللجنة الوزارية، منوها إلى أن الجهود التي يقومون بها ستشكل إضافة نوعية لعمل لجنة المتابعة. كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره للوزراء الذين شاركوا في عضوية اللجنة في وقت سابق ودورهم البناء في كافة مناحي العمل، وأكد أن بحريننا والتي مر على إطلاقها ما يزيد عن 5 سنوات تدخل مرحلة جديدة من العمل الوطني بفضل رعاية جلالة الملك المعظم لما تتضمنه الخطة الوطنية من مبادرات مجتمعية متطورة، حيث يبقى الإنسان البحريني وكل أبناء الوطن موضع رعاية جلالته، منوها إلى أن هذا النهج الأصيل يمثل امتدادا لمسيرة الحكم الرشيد في بلد التسامح والثوابت الوطنية الراسخة وبما يحمله من إرث تاريخي وحضاري تتوارثه الأجيال. وأشاد معاليه بقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية بحريننا، منوها إلى أن دعم سموه له الأثر الإيجابي في بلورة مبادرات بحريننا ووضعها موضع التنفيذ عبر شراكة مجتمعية وجهود وطنية متكاملة. وأوضح معاليه أن تعزيز الانتماء الوطني لا يتوقف على التمسك بالعادات والتقاليد، وإنما يمتد إلى الإخلاص الوطني الذي ينطلق من محبة الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم وحماية نسيجه الاجتماعي في إطار من المحافظة على المكتسبات الوطنية والالتزام بالانضباط الوطني من خلال احترام القوانين، لافتا معاليه إلى ضرورة تقديم المبادرات بأساليب إبداعية تعبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية. بعد ذلك بدأت اللجنة الوزارية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المكتب التنفيذي مستجدات الخطة الوطنية بحريننا ومشروع منصة الذاكرة البحرينية، كما قدمت شركة ماركوم الخليج عرضا تضمن برامج الحملة الإعلامية والتوعوية التي سيتم إطلاقها خلال العامين القادمين لتعزيز القيم المجتمعية ودعم مبادرات بحريننا. وفيما يتعلق بالمبادرات وشركاء الخطة، أطلعت وزيرة السياحة أعضاء اللجنة على تفاصيل مبادرة الوزارة المتعلقة بتاريخ ومعالم جزر حوار، كما أطلع وزير الإعلام اللجنة على تفاصيل مبادرة كاميرا بحرينية وأفلام سينمائية وثائقية، فيما قام وزير التربية والتعليم بإطلاع اللجنة على المبادرات التي تنفذها الوزارة. وفي ذات السياق اطلعت اللجنة على تقرير وزارة شؤون الشباب والذي تضمن موجزا حول مدينة شباب 2030 للعام الحالي وعرضا عن منصة التطوع. وقد كلفت لجنة المتابعة الوزارية المكتب التنفيذي بإطلاق حملة إعلامية موسعة خلال الأسابيع المقبلة تبرز أهداف الخطة الوطنية ومبادرات تنفيذها والجهود المبذولة لاستدامة هذا المشروع الوطني الطموح. ووجه معالي رئيس اللجنة الوزارية إلى ضرورة اتباع أساليب علمية مدروسة في التعامل مع المبادرات وإنجازها والبناء على ما تحقق من خلال شراكة وطنية تترجمها منصة رقمية. وأضاف أن بحريننا تشهد مراحل متجددة من التطوير انطلاقا من عهد التحول الرقمي خلال العام 2023 وصولا إلى بلورة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة 2024-2027 والتي تتضمن استمرارية وتعزيز التواصل مع فئة الشباب من أبناء المجتمع من خلال القنوات والمنصات الرقمية. وفي ختام الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية بحريننا عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير مبادرات الخطة الوطنية بحريننا وتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه صالح الوطن والمواطن وفي إطار من الشراكة المجتمعية.
تم عرض الكثير من المبادرات اللي تقدمت بها الوزارات لإثراء عمل الخطة ومراجعة الأعمال السابقة للخطة، والحمد لله جميع الخطط تشير إلى يعني مستقبل طموح لهذه المبادرات. ولا شك أيضا أن وزارة الإعلام كان لها مساهمة في أعمال هذه الخطة، منها الحقيقة يعني برنامج كاميرا بحرينية اللي سلط الضوء على 18 عمل سينمائي مصنوع بأيادي شبابية بحرينية، تم الحقيقة عرضه في مهرجان البحرين السينمائي في ليلة مخصصة لإنتاج الأعمال البحرينية، وتم عرضه أيضا على تلفزيون البحرين، وحصل الحقيقة على يعني الكثير من الأصداء الإيجابية. أيضا تم تسليط الضوء على الأدوار الثانية اللي تقوم بها وزارة الإعلام في تعزيز المستهدفات العامة للخطة، منها البرامج الأخرى اللي تصب في هذه المستهدفات، سواء كانت على المستوى الإخباري أو على المستوى التلفزيوني أو على المستوى الإذاعي، والخطط المستقبلية للاستمرار في هذا العمل وتحقيق المستهدفات جميعا. طبعا من المبادرات اللي في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض اللي شغالين عليها هي خطة متكاملة سياحية لتعزيز المواطنة من خلال تعريف المواطن والمقيم والسائح كذلك إلى موقع سياحي جدا مهم في مملكة البحرين اللي هو جزر حوار. طبعا من المبادرات اللي عملنا عليها وراح نطلقها قريبا هي تسيير رحلات مع المكاتب السياحية إلى جزر حوار لتعريف المواطن المقيم والسائح للمعالم الرئيسية لجزر حوار، وأيضا لتسيير هذه الرحلات من خلال العمل على تنويع الفعاليات السياحية اللي متواجدة في جزر حوار بالشراكة مع شركائنا من القطاع العام والخاص. وزارة التربية والتعليم استعرضت اليوم في اجتماع اللجنة الوطنية لخطة تعزيز المواطنة والانتماء مبادرات وزارة التربية والتعليم الجديدة في النسخة القادمة من الخطة، وطبعا هي أربع مبادرات من ضمنها مبادرات مستمرة فيما يتصل بطبعا تعزيز الوطنية، وفي نفس الوقت إشراك طلبة المدارس في العمل التطوعي وعمل مساق خدمة المجتمع من أجل الاستفادة طبعا من الخبرات الموجودة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وهذه المبادرة سوف تستمر في الخطة القادمة. هناك مبادرات جديدة مستحدثة في مقدمتها طبعا مبادرات متصلة بتعزيز الموروث الثقافي والموروث التقليدي والموروث التاريخي لمملكة البحرين في نفوس الطلبة، وهذا طبعا سوف يكون من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي سوف تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأيضا مع بقية الجهات المعنية. هناك أيضا مبادرات متصلة بتعزيز التراث الوطني، الممارسات التراثية، الموروث التراثي، وهذا طبعا سوف يقدم للطلبة من خلال تطوير المناهج الدراسية وتعزيزها بالتراث الوطني الغني البحريني وتعريف الطلبة بهذا التراث. طبعا وزارة التربية والتعليم هي جزء أساسي وفاعل في هذه الخطة الوطنية، وطبعا نفذت الكثير من المبادرات في المرحلة السابقة، واليوم إن شاء الله ستعمل على تنفيذ هذه المبادرات الجديدة، وطبعا ستحرص على أن تكون هذه المبادرات ضمن باكورة عملها المستمر، بحيث أن لا تنتهي هذه المبادرات بمجرد تحقيق الأهداف المطلوبة، وإنما تكون مبادرات مستمرة ومتجددة ويتم طبعا دمجها بشكل مستمر في المنهج الدراسي. تشرفنا بعرض مستجدات المبادرات الخمس التابعة لوزارة شؤون الشباب، مع التركيز طبعا على آخر مبادرتين وهما مدينة شباب 2030 في نسختها 13، بالإضافة إلى منصة التطوع. طبعا منصة التطوع هذه المنصة التي يعني جاءت ضمن مبادرات خطة بحريننا تم التوسع فيها، ليست فقط منصة، ستكون هناك منصة بالإضافة إلى قانون للتطوع، بالإضافة إلى مشروع المتطوع الاستثنائي، بالإضافة إلى ميثاق التطوع. هذا المشروع كله اندرج ضمن مشروع منصة المتطوعين، واليوم طبعا عرضنا آخر المستجدات واللي إن شاء الله نأمل أنه يتم الانتهاء من كافة المشاريع إن شاء الله بحلول عام 2025، وتوقيتها طبعا بالتزامن مع يوم الشباب البحريني للإعلان طبعا عن المتطوع الاستثنائي، بالإضافة إلى طبعا مجموعة المبادرات البقية المندرجة ضمن منصات المتطوعين. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة هالة أحمد سليمان، مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا. بداية نرحب بك سيدة هالة.
تأكيد معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ بحريننا على أن تعزيز الانتماء الوطني لا يتوقف على التمسك بالعادات والتقاليد فقط، وإنما يمتد إلى الإخلاص الوطني. هذا التأكيد أكيد يحمل العديد من الدلالات فيما يتعلق بالأهداف والقيم التي تعمل عليها الخطة الوطنية. كيف سينعكس ذلك إيجابا على محاور التنفيذ؟ مبادرات الخطة الوطنية بحريننا تم صياغتها وتفعيلها تنفيذا لرؤية وفكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله لتعزيز الانتماء الوطني كأول وثيقة رسمية وطنية تؤكد مضمون وتعريف الهوية الوطنية والثوابت والقيم الوطنية لمملكة البحرين وتحقيق مخرجات الخطة ونجاحها معتمدة على المسؤولية الوطنية المشتركة والتضامنية كلنا على حسب أدواتها الخاصة به مثل سلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وهم شركاء الخطة مؤسسات المجتمع المدني الأسرة والأفراد. وتكمن نجاح هذه الشراكة من خلال الإخلاص للقيادة والوطن والمشاركات الإيجابية المتعددة لبناء مملكتنا الحبيبة، ولكن من خلال الالتزام والانضباط والاحترام لقيمنا 18 الوطنية الإنسانية والاجتماعية وأيضا القيم السياسية التي تتميز بها مملكة البحرين. سيدة هالة، الهوية البحرينية متجذرة في الذاكرة الجامعة للوطن، كيف سيتم ترجمة هذا المحور من خلال الخطط الإعلامية والتوعوية كذلك المنوطة بالمكتب التنفيذي؟ أؤكد هنا مرة أخرى أن الهوية الوطنية تقوم على مبدأ الإخلاص، والإخلاص يترجم بالانتماء للوطن والأرض، الولاء للقيادة وعلى رأس جلالة الملك المعظم، الفخر بالانتماء للمحيط الخليجي والعربي والاعتزاز بالتاريخ الوطني. وتم صياغة وتطوير الخطة بشكل ديناميكي لتعزيز الهوية الوطنية، حيث قمنا من خلال شركائنا من المؤسسات الحكومية والشبه الحكومي والقطاع الخاص بتنفيذ أكثر من 100 مبادرة، وكانت المسؤولية مشتركة في نشر هذه الثوابت والقيم من خلال مبادرات محورها هو الإنسان والمواطن البحريني من خلال الوسائل الرقمية، قنوات الإعلام الاجتماعي والتواصل، القنوات الإعلامية المطبوعة المرئية والإذاعية. ونتطلع في 3 سنوات المقبلة أن نركز على خلق الأثر والتأثير، التفاعل المباشر والجماهيري، وبالشراكة مع شبابنا صناع مستقبل الوطن أن نخلق موجة إيجابية من خلال صناعة المحتوى البناء وأن يكون هم سفراء قيمنا الوطنية. طيب، بحريننا الآن تشمل تقريبا 104 مبادرات، تم إنجاز حوالي 90% منها، وأيضا عدد الشركاء التنفيذيين يصل إلى 42 جهة. كيف تحقق ذلك في 5 سنوات وهي فترة يعني لا تعتبر بالطويلة؟ بالفعل لله ولله الحمد تم إنجاز 93% من 104 مبادرات في 5 سنوات الأولى التأسيسية من خلال الشراكة المجتمعية، المتابعات الدورية، وضع مؤشرات الأداء والتقييم المستمر. ونعمل أيضا الآن على دراسة وتنفيذ 44 مبادرة جديدة تم تطويرها واستحداثها من خلال شركاء الخطة. بحريننا منصة وطنية من المواطن البحريني إلى المواطن البحريني، وهي أيضا منصة شاملة وحاضنة لجميع مكونات المجتمع من خلال المبادرات المطروحة والقائمة على أسس علمية تخدم أهداف الخطة الوطنية في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. يمكن الجدير بالذكر أن عن صياغة الخطة تم إدراج المبادرات القائمة في المملكة الحالية والتي تنصب أنشطتها وأهدافها في عملية تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة. واسمحوا لي أني أكرر هذه الجملة، لأن الانتماء مزروع بداخل كل مواطن محب ومخلص لوطنه. وفي نفس الوقت تم استحداث مبادرات جديدة لتتماشى وتواكب تطلعات وطموح الشباب وتحاكي توقعاتهم الحالية والمستقبلية بإذن الله. نعم، إذن الأستاذة هالة أحمد سليمان مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا، شكرا جزيلا لك.